السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم وحيثما كنتم. نرجع مرة أخرى للعلاقة بيننا وبين هذه المؤسسة الخليجية في ذلك الوقت. تجمعت العلاقة بيننا وبينها كما ذكرت في الحلقة القادمة، وطلب منا رئيسها أن هو يعين مندوب له داخل المكتب عندنا في زغرب، وأنا ما فيش مشكلة، أهلا وسهلا. فاتفق مع جمعية أخرى شريكة لنا، في بلد آخر كي تنسل هذا المندوب، فأرسلت مندوب فأعطيناه المكتب وجلس وبدأ يطلع على كل شيء. في يوم من الأيام، ذات يوم، اتصل بي رئيس الجمعية الخليجية، طلب مني زيارته مرة أخرى، فذهبت في إحدى سفراتي للشرق الأقصى لزيارته في مكتبه، فأخذ لي فاكسا. ما هو الفاكس؟ تقرير كامل كتبه ذلك المندوب الذي أفردنا له كل إمكانيات في مكتبه. كان التقرير سيء 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 للغاية، وفيه الكثير من الأكاذيب إن لم يكن كله أكاذيب، والافتراءات التي وضعها هذا الشخص دون علمنا. والعجب العجاب أن هذا الشخص اكتشف كل هذه المشاكل والتجاوزات في فترة لم تتجاوز 6 أسابيع، لأنه يريد أن يرفع ولاءه ولاء للشخص الذي عينه. وكان هذا التقرير هو آخر مسمار في نعش العلاقة بيننا وبين هذه المؤسسة. فعلا الدرس المستفاد، ما هو الدرس المستفاد من هذا؟ احذر الموظف السيء وإن كان حافظا للقرآن والأحاديث ومقيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. 2، عدم تعيين فقط أهل الثقة بتليفون، بل تعيين الموظفين الأكفاء من أهل الخبرة والأخلاق والقيم وفي المعاملات. 3، وده أهم شيء، وعدم الاعتماد على مانع واحد كبير. فتعلمنا فلسفة عدم الاعتماد على مانع واحد كبير منذ أوائل أو منتصف 90s من القرن الماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.